ضربة ركنية أخرى. هنا لامين مورو وأحمد محمد. شوف العادة. اللاعب الغاني هذا هو لامين مورو. هذا لامين، لامين جانبية لصالح نادي الشرق. رمية جانبية. ينقل الكره الامام وسط عبد الرزاق الى علي يوسف صاحب هدف الشرطه. عادت يلعب في قلب الدفاع امام غربية لصالح نادي الشرطة. They'll be calling me, they'll be calling me royalty.